السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع إن شاء الله طيب سريع خفيف. الموضوع يتكلم على متصفح إج الخاص في ويندوز. طبعا الآونة الأخيرة الناس كثير شعبوا بين الكروم فاير الكروم الجوجل كروم ولا الفايرفوكس. طبعا عشاق لينكس عارفين فايرفوكس ما يقدر يبتعد عنه، لأنه هو يعتبر أفضل متصفح حتى الآن في لينكس، أنظمة لينكس وكذلك الأنظمة المفتوحة بشكل عام. الناس اللي تبغى الحرية دائما يستخدمون فايرفوكس، كذلك كروم متصفح كروم هو متصفح من شركة جوجل، يقدم خدمات كثيرة خصوصا لأصحاب الأندرويد. من ضمن الخدمات في عندك سحابية، حفظ ملفاتك، عندك الفوتو والصور، عندك أمور كثيرة خاصة فيهم. طبعا كانت المنافسة قوية بين الشركتين هذه، حتى جات على قولتهم الغول النايم مايكروسوفت، وطلعتنا بمتصفح جديد صراحة. كانوا ماشيين على متصفحهم القديم اللي هو اكسبلور، لكن ما استفاد، يعني ما اكثر اللي يستخدمون اكسبلور كان فيه اخطاء ومشاكل كثير. فعكفت مايكروسوفت انها تدخل على هذه المنافسة بشكل كبير صراحة وشكل قوي، يعني انا ما كنت متوقع ذا الشيء. فدخلوا بمتصفحهم الجديد متصفح ايدج، وحقيقة يعني متصفح هذا يعني مرعب مرعب مرعب، لأنه أخذ ميزات من كروم وأخذ ميزات من فايرفوكس، فبدأ يدمج الموضوع. الميزات الموجودة في كروم والخدمات الموجودة في كروم إج عملها اللي هو المايكروسوفت. الميزات الموجودة في فايرفوكس الآن إج شغال عليها، بالذات الإضافات في الفايرفوكس. طبعا خلينا حنا ما نبغى نطول الموضوع، نبغى نختصر الشرح هذا وندخل بالمفيد. المفيد انه هذا متصفح مايكروسوفت ايدج يعني عملوا صراحة قفزة نوعية، وانا اشوفها يعني محسوبة لهم، اللي هي الواجهة بشكل عام تغيرت، يعني حتى في الخصائص تغيرت. فصار عندك في الواجهة بامكانك انك تخليه مركز يعني بدون خلفية. طبعا هذه ما تلقاها بالسرعة، هذه موجودة في كروم. تقدر تخليها ملهم بصورة، تقدر تخليها معلوماتية. أكثر شيء إنها تجيب أخبار، وأخبار مايكروسوفت عادة أخبار يمكن تكون أقرب للتحري. يعني مايكروسوفت ما تجيب لك أي أخبار من أي صحيفة ما هي معروفة، لازم تكون صحيفة معروفة ولها سمعتها تجيب لك الأخبار. يعني أخبار ادخل هنا ولن تصدق ما يحدث، هذا الكلام كله ما راح تلقونه في مايكروسوفت، لانها تختلف عن جوجل. جوجل ربحية، تبغى اي دعاية عساس تمشي امورها، تبغى الناس مشاهدات ومتابعات بشكل مستمر. مايكروسوفت عندهم اهتمام في المستخدم، انه مو اي خبر يجيك ولا نشغلك ولا نشغل ولا ناخذ من وقتك شيء انك تدخل على اخبار مزيفة، وهذا شيء جميل صراحة. مايكروسوفت محسوب عليهم او محسوب لهم. طبعا التخصيص بامكانك تخصص الواجهه بالشكل اللي يناسبك. كذلك عندنا هنا موجود الطقس، كذلك هنا عندنا موجود خدمات مايكروسوفت وهي اشبه واقرب لخدمات جوجل. مثل ما تشوفون طبعا جوجل ومايكروسوفت يعني الفكرة انهم متقاربين بالشكل. هذه جوجل تعطيك خدماتها بالشكل كامل، وهذه مايكروسوفت تعطي خدماتها. مايكروسوفت راح تعطيك الاوتلوك البريد، راح تعطيك الوورد، راح تعطيك الباور بوينت، راح تعطيك التو دو. هذا التو دو تبع المهام، وجدا جميل التطبيق هذا. مهام، ملاحظات، يسجل لك اي شيء ما انت موجود، هو يسجل ملاحظات مثل المساعد او السكرتير تبعك بالعربي كذا. فعندك الون درايف اللي هو المخزن تبع مايكروسوفت، عندك الاكسل، عندك الون نوت، عندك الكلور. طبعا في تطبيقات تقدر تضيفها، وعندك السكايبي مثل ما انتم عارفين. عفوا شركة مايكروسوفت اشترت سكايبي فصارت تبع مايكروسوفت. جوجل نفس الفكرة، عندهم اللي هو الخرائط والبحث والخدمات. جوجل بشكل عام تكون هنا واضحة،
قدامكم من العين، واضحة دو الفيديو أو الاتصال المرئي، عندك الصور، عندك درايف، عندك الميت، عندك الاجتماعات، ميت شات، جهات الاتصال. يعني أنا أشوفها أكثر شيء أنها أقرب لأصحاب الأندرويد، راح يستفيدون منها بشكل كبير. طيب فايرفوكس إيش عملت؟ طبعا متصفحات كروم صارت بسيطة يعني بالنسبة بعد متصفح الإج عمل صراحة ضجة، يعني صراحة اللي سواه إج شيء كبير. فأنا أشوف كروم أصبح بسيط. طبعا متصفحات فايرفوكس دائما تعتمد على البساطة، يعني متصفح بسيط جدا ولكن سريع، يعني مقارنة بالمتصفحات ما راح تلقى أفضل من متصفح فايرفوكس بالسرعة والتخصيص. كذلك فايرفوكس لهم موقع خاص، كذلك فايرفوكس تقدر تعمل مزامنة، كذلك فايرفوكس يقدر يعمل تطبيقات الويب يفتحها لك بشكل سريع، يعني تعمل ويب اب بشكل سريع، وراح نعلمكم طريقة الويب اب. فايرفوكس انا ما راح اتطرق له الان لان موضوع انا كله بين او لمايكروسوفت، يعني مثل ما تشوفون عندي الترجمة والجوجل كي بالملاحظات والهانك الهانك جوست. طبعا الهانك بعد ما عملت مزامنة من مايكروسوفت لحسابي في جيميل سحب لي نفس التطبيقات فعملها موجودة عنده هنا. احنا ما راح نتطرق ل كروم يمكن الأكثر عارفينه، بس مايكروسوفت ابتعدت الناس عنه بالآونة الأخيرة بسبب انه كان الاكسبلور غير ملهم مثل ما هو مكتوب، غير ملهم فأصبح ملهم الآن. احنا راح نتطرق ل المايكروسوفت ايدج مثل ما تشوفون هنا، عندنا الاخبار مثل ما تشوفون على السريع، هنا عندنا تخصيص الصفحات، بامكاني ما اخلي الصفحات بالشكل هذا تعمل لي توزيع وزحمة وذا، خلاص بامكاني افتح صفحة جديدة وجديدة وجديدة بالشكل العمودي مثل ما تشوفون. بامكاني كذلك اروح للاعدادات، اعدل في الاعدادات الشكل اللي يناسبني في الاعدادات. المتصفح اصبح بسيط واختصاراته سريعة وصار قريب جدا من المتصفحات الخفيفة مثل ما قلنا اللي هم كروم وفايرفوكس. عندي هنا الصفحة اللي انت تعرض صفحة آمنة، يعني انا بامكاني ادخل اي صفحة فاشوف الامان، هذه موجودة في جوجل كروم بشكل مختلف. يعني انا مثلا بدخل في جوجل كروم لأي صفحة، بل مثلا صور، أو مثلا نقول متصفحة أو صفحة أو ويكيبيديا. صار عندي هنا مكتوب الاتصال بموقع الويب هذا آمن مقفل وأوكي فبسيط. يعني أنا أشوف إج عملت أشياء أكثر وراح نتطرق لها بعدين على السريع. الإعدادات صعب إني أدخل في الإعدادات وأشوف الإعدادات كاملة لأنه الإعدادات كثير، فبإمكاني أغير الشكل البار العلوي مثل ما تشوفون، بإمكاني أخليه بالشكل اللي يناسبني مثل ما تشوفون. صراحة مايكروسوفت أبدعت في الأمر هذا، أبدعت وعملت أشياء، يعني حتى بإمكانك تختار ولهم متجر خاص لأشكال جديدة. نشوف الشكل هذا مثلا، أضف نشوف الشكل كيف يغير معانا. نروح لإعدادات، فين اللي أضفناه؟ ماني شايفه. أوكي نرجع. أوكي طبق، ما طبقنا، ما في شيء جديد، ما أدري فين راح. موجود تمام، فتح معانا، الله الشكل صراحة جديد وجميل. فبإمكانك تخصص مايكروسوفت مثل ما تشوف فوق. كذلك عندنا ميزة جميلة ورائعة بصراحة، الميزة هذه يعني هي يمكن الميزة اللي خلتني أنا أعمل الفيديو هذا كله بصراحة.
الميزة إذا كنت أنت على متصفح إيدج وتبغى مثلا، أوكي ملهم. طيب أنت كنت على متصفح إيدج، على فكرة الخلفية هذه تتغير بشكل مستمر. أنت على متصفح إيدج ودخلت مثلا على موقع معين، الموقع هذا عندنا مثلا نروح للتطبيقات المصغرة قبل أن ندخل الموقع. هذه اللي يشوفونها يا اخواني ما هي تطبيقات، يعني هذه انا عملتها بطريقة اني اخلي المتصفح يعمل ويب اب، المتصفح صار فيه مانجر الويب اب. مثلا كيف الطريقة؟ الطريقة مثلا انا دخلت على الويب اب، هذه كلها ويب اب انا لا هذه اضافات، اقصد الويب اب هنا، هذه الاضافات. طبعا احنا ما تطرقنا للاضافات اللي تطرقنا لها، هذه الاضافات الموجودة تونين راديو، هذه الإضافات الموجودة اللي أنا حطيتها، وهذه الإضافات على فكرة هي الموجودة في فايرفوكس وكروم يعملوا الأمر هذا، وإج صارت تعمل الأمر هذا وصارت تعمل فكرة كمان أحلى اللي هي إيش؟ إني أنا أقسم مثلا أعمل لي 3 أو 4 مجموعات، مجموعة خصصها لليوتيوب أو مجموعة خصصها لمواقع تعليمية، 6 7 مواقع تعليمية وأحطها في المجموعة هذه مثل ما تشوفون، ومجموعة أخرى مواقع مثلا قرآن أحطها في الموقع هذا في الملف هذا، كأنك تأخذ ملفات معينة وتحطها في مجلد. فهذا يعمل لك اختصار سريع للدخول. يعني انا مايكروسوفت عندي هنا، عندي صفحة مايكروسوفت، انا عندي مثلا جوجل هنا، عندي صفحة كيب جوجل، انا عندي متابعاتي صفحة يوتيوب مثلا. فما ابغى اغوص في الموضوع هذا، انا بروح للنقطة المهمة اللي هي التطبيقات. طيب، نقول مثلا يوتيوب، ندخل يوتيوب. طيب دخلنا اليوتيوب، انا ما ابغى اليوتيوب يكون عندي بالمتصفح، متصفح اتش، ابغى اليوتيوب يكون عندي على شكل اب تطبيق. طيب كيف العمل؟ عندي هذه الـ3 نقاط اضغط عليها او اقرا ايش مكتوب، التطبيق متوفر. طبعا التطبيق هذا يختلف عن تطبيقات الاب ستور تبعهم، التطبيق هذا مختلف جدا، فما يحتاج اني احمل تطبيق ينتهي ب اي اكس اي او تطبيق خاص في الاب ستور تبع مايكروسوفت على اساس لا يكون ثقيل على النظام. فايش اعمل؟ اول لا اعمل اني اضغط على اوكي تثبيت. طبعا راح يثبت لي موقع يا جماعة الخير، يعني راح يثبت لي صفحة، صفحة فقط، صفحة راح يثبت لي، يعني ما يحتاج اني اروح والف وادور، خلاص هذه صفحة يا جماعة الخير راح تثبت عندي كصفحة. يعني انا الان فتحتها صفحة. طب بروح مثلا ميوزك، اوكي هذه ميوزك او موسيق. طيب ممتاز، صار عندي تطبيق، يعني اب او ابلكيشن خاص كذا طيب. ممتاز. أبروح مثلا نقول نتفليكس، نتفليكس موجود، نتفليكس موجود تطبيق ومن الشركة مملوك يعني الأساسي. طب انا ما ابغى تطبيق ولا ابغى اثقل على النظام، اكتب نت اوكي المملكة العربية السعودية، اوكي هذا نتفليكس خاص للمملكة العربية السعودية. طيب انا ابغى اعمل له اب، هنا ما في اب. طيب ايش الحل؟ اضغط على الخيار هذا، اروح للتطبيقات، ثبت نتفليكس. يعني يا جماعة الخير اي موقع ما يدعم بامكانك تثبته، هذه يسمونها في لينكس، في افتكر تطبيق اسمه او برنامج اسمه ويب ابس مانجر. فكنا ندخل على الويب اب مانجر ونحط الرابط ونحط الاسم فيعمل لنا الصفحة هذه، لكن مايكروسوفت خلصت على الموضوع هذا كله، سهلته فصار عندك سهل. طيب نبغى نعمل لوسن مثلا، ممتاز وسن، وسن ستريمينج، ممتاز هذا وسن ستريمينج، صفحة وسن ستريمينج، هل لها تطبيق؟ لا ما لها تطبيق. نعمل لها تطبيق،
ثبت تمام اوسن ستريمينج. طيب تطبيقات فينا؟ تطبيقات الان موجوده على شكل تطبيقات. انا اغلق 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 اغلق. طيب اوكي، هذه التطبيقات يا جماعه الخير واضحه، يوتيوب، نتفليكس، اوسن ميوزك، موسي. الله، وعلى شكل تطبيق يعني ابداع. ف مايكروسوفت دخلت دخول قوي، اتمنى انه الشرح فادكم، اتمنى انه مايكروسوفت نالت استحسانكم، لانه صراحه مايكروسوفت دخولها قوي وعجبتني صراحه. في امور كثيره بالمتصفح انا ما اقدر اشرحها حاليا، يعني تخيلوا حتى الانستغرام يعمل لها، حتى التيك توك يعمل له، حتى التليجرام يعمل له، حتى اصحاب ال حتى اصحاب الواتساب، واتساب ويب. وين واتساب ويب؟ ها هذا واتساب ويب نقدر نعمل، نستنى نشوف. لا ما نقدر نعمل الا بالطريقة هذه لانه مو موجود، فانا اعمل الطريقة هذه تثبيت كتطبيق واتساب. يا اخي ابدعت الشركة، خلاص صور بالهاتف وراح يفتح معك كتطبيق. هذا كل شيء، اتمنى ان الشرح عجبكم، اتمنى انكم ما تنسون الاشتراك اذا كان الشرح مفيد. الشرح تحدي بين او تحدي من شركة مايكروسوفت بمتصفحها الادج، نزلت تتحدى جوجل، نزلت تتحدى فايرفوكس. لذلك صراحة انا حبيت اني اشرح لكم الموضوع، القفزة اللي عملتها شركة مايكروسوفت. اتمنى ان الشرح فادكم، اتمنى عمل اشتراك، اتمنى لايك اذا كان المحتوى مفيد. اذا كان عندكم اي اسئلة اي استفسارات انا حاضر، اتمنى نشر القناة، وان شاء الله باذن الله راح انزل لكم باي شيء مفيد واي شيء جديد. وكان معاكم ابو ريان من قناة ابو ريان لينكس، والسلام عليكم ورحمة الله.